السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ نشتغل مشروع MEV. تمام، خليني اختار المتريك. وعندي السيستم يعني ميكانيكا وكهرباء في نفس الوقت، واقول له اوكي. طيب هبدأ ارسم غرفة، اقول اهوت. وابدا احط بقى شغل البلامينج. تمام، ده مثلا الحوض دوت بيتحط على رخامه. طيب ممكن تحط على فلور، لو انا عندي فلور لسه مفيش طيب خلينا نعمل فلور اهوت. ونروح بقى للسيستم واقول له ان انا عايز بلامينج فيكتشر، واحط الحوض على الكيس اهوت. هو محتاج يتحط على رخامة. طيب ما عنديش رخامة، طيب احط اعمل رخامة ازاي؟ من architecture ممكن اروح لكومبوننت واقول له موديل بليس، واقول له انا عايز كيس وورك. اهو عايزين نضيف الرخامة بتاعتنا، فهقول له اكستروشن وابدأ ارسمها بالشكل دوت، واقول له ان دي هتبقى من 850 ل 900، واقول له اوكي. اترسم بالشكل ده. طيب انا عايز اعمل سيلكت بقى على الحوض، واقول له اديت ورك بلان، واقول له بيك ابلان، واقول له حط لي على الرخامه. نشوف الشكل ازاي هيبقى في 3 دي. طيب دول الحوائط دي ارتفاعها عالي شويه، فممكن نقول له كده دول 8 متر، خليهم مثلا 2300 مثلا. نرجع للبلان، عايز اضيف بعض الشغل في السيستم، يعني عايز اقول له بلان فيكتشر. عندي فلور درينج، لو عايز فلور، عندي هول بتاع كيتشن، عندي ووتر كلوست بالشكل دوت اهو. وخلينا نضيف ممكن سينك كده بالشكل دوت. ولو انت عايز تضيف فلور درينج مفيش مشكلة بالماس اللي انت عايزه. تمام، هو هتقول له بليسن فلور وتبدأ تضيف في الفلور. طب انت عايز تشوف، فهتقول له اديت وتقول له خلي ده مثلا ماينس 400 وده ماينس 400. ظهر معايا بالشكل ده. طيب هعلم على الحوت، بيقول لي انت عايز تعمل كريت سيستم، فاقول له ايوه. فبيقول لي انت عايز اني حاجه، عندك سيمتري وعندك دومستيك هوت ووتر وكولد ووتر، اللي هما الثلاث وصلات دول. تمام، فهقول له ماشي انا عايز كولد ووتر. اوكي، طيب هيقول لي انت عايز تزود ايه، فاقول له اديت سيستم، وتقدر بقى تزود لي السيستم الحاجه اللي انت عايزها. لو جيت تضيف حاجه غلط هيقول لك لا دي ما فيهاش الحاجه ديت. تمام، طيب هقول له ايه فينيش. طيب عايز هو يوصل، تقف كده وتقول له بايبنج سيستم. اقف هنا واقول له تاب كده، علم عليهم هما الاثنين. بلاقي جنريت لي اوت او جنريت بليس هولدر، يعني هيعملها لي خطوط وبعد كده نقدر احنا نحولها لبايب. طيب اقول له جنريت لي اوت، فيبدا يديني حلول للتوصيلات، مثلا توصيلات زي كده. كل واحدة من دول تقدر تعدل فيهم، يعني مش حاجة ثابتة، انت تبدأ تشوف. طيب الشكل ده مش عاجبك ممكن تقول له انا عايزها بالشكل دوت، فيبدأ يجيب لك حلول ليها، اقتراحات. تمام، فتبدأ تشوف. طيب هو هيتحول بناء على ايه؟ هتيجي هنا سيتنج، هيقول لك ان المين هيبقى على ارتفاع كذا، والبرانش على ارتفاع كذا، واني بايب اللي هشتغل بيه، فتقدر تختار اللي انت عايزه. طيب فرض ده اللي انت عايزه، هتقول له اوكي. تمام، طيب خلينا نشوف في 3 دي اهي، عمل التوصيلات. ممكن تكون في حاجه محتاجه تعديل او توصيل او ان انت تعدل فيها، مفيش اي مشكله خالص. فكره ممكن يكون في شغل كتير وهو بيسهل عليك، يعني بيعمل لك مثلا قول 80% من الشغل، وانت عليك ان انت ايه تظبط الباقي بالشكل ده. طيب هنا هقول له انا عايز بقى اعمل بقى واحد تاني،
اعمل لي بايبنج الهوت ووتر اوكي. ممكن تقول له افتح لي في السيستم. طيب الهوت ووتر هتقول له ايديت سيستم، لو عندك اي حاجه تانية فيها هوت ووتر تقدر ان انت تضيفها تمام. ممكن تقول له سيلكت كيوب منت لو عندك سخان او حاجه زي كده. طيب لو انت عايز ترسم انت بقى مانوال، بتبدا بقى تشوف بص الوصله خارجه منين. خلينا اوريها لك في الفاين بالشكل دوت. هقول له درو بايب تمام، هيبدأ يرسم. اه ممكن تروح بقى داي ستاب اهو مسطر عشان ينزل شوية، او تقدر تغير الارتفاع من هنا بالسالب وتروح قايل له ارسم بقى هنا وتقول له انا عايز اطلع لي الارتفاع مثلا 2700 زي ما انت عايز، وتبدأ ان انت ايه ترسم البايب بتاعتك. طيب عايز بقى توصل الدرينج، يبقى تعمل سيلكت كده وتقول له انا عايز اعمل بايب جديد سيمتري اوكي، وتقول له edit system، وتبدأ تضيف بقى لي السيستم بتاعك كل اللي انت عايزه تمام فينيش. وبعد كده تيجي هنا اهوت هتقول له جنريت لي اوت، فهو بيحاول يشوف، وتقول له بقى السلوب لو في سلوب هيبقى بمقدار قد ايه، اني واصله فيهم اللي انت عايزها، وتقول له الوصلة الأساسية اللي حاول يوصل عليها تبقى عاملة ازاي، ويبدأ بقى يديك اقتراحات انت تقدر تشوف السوليوشن انهي واحدة فيهم اللي يعني بتعديل بسيط تقدر توصل للي انت عايزه، مثلا حاجة بالشكل دوت. هو بيبدأ يكون هناك، وممكن تلاقي فيه مثلا لا ده انا عايزها تمشي الناحية دي، تعمل الناحية دي، تعدل تعديلات بسيطة تقدر توصل ل ان انت تخلص المبنى في وقت اقل من اللي كان بيخلص قبل كده. يعني اعتقد ده تلغي وتغير المسار بتاعها، هو اعتبر ان دي النقطة التجمع بتاعها وهكذا. وطبعا ممكن تخلي دي في سيستم لوحديها اللي هو القاعدة لوحديها والحواض لوحديها تمام، على اساس يعني يبقى تو لايت.